11:07، مرحبا بكل من التحق بنا الآن في الاستماع والمشاهدة في هذه المناوعة الخاصة الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. سعيد جدا برجوعهم بعد العطلة الصيفية، توحشتهم برشا كما توحشكم انتم، كما توحش السيدة المخرج، كما توحشت برشا عباد، توحشتهم انتم زادة كيف كيف بعد عطلة صيفية طويلة وطويلة طويلة جدا جدا. يا رعنا شلة زيرو بوليتيك وشلة ميسيون سبيسيال، مرحبا بأيقونة زيرو بوليتيك رنيم خلف الله. صباح النور. صباح النور سيف، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل، حتى انا توحشتهم راهو برشا 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 يا مدلل. الحمد لله، دونك سافا، معناها الصيف تعدى، ان شاء الله الناس الكل يكون صيفهم تعدى لباس، وان شاء الله بداية موفقة لنا الكل. كما الجمعيات متاع الكرة في بداية كل موسم لازم باش يعملوا انتدابات يعزوا بها الفريق متاعهم، احنا زادا عملنا انتداب سيزون الثانية ان شاء الله باش تشوفوه ابارتير من الجمعة جاي، اما ما يسالش هو حاضر وحدنا. رامي حمدي صباح النور. صباح الفل سيف، صباح النور لكل متابعي راديو كابا فام. سعيد جدا باني نكون من شلة زيرو بوليتيك، وان شاء الله نقضيو مع بعضنا وقت مزيان. مازال زيرو بوليتيك راهو في ايميسيون سبيسيال الجمعة الجاية ابارتير من الجمعة الجاية ان شاء الله. باهي، مش محضرين للمولد كما تونس الكل، تنجم تقول احتفالات كبيرة ان شاء الله، مولد مبارك على تونس الكل، حاجة باهية ان شاء الله. شو باش طيب؟ كالعادة عصير زقوق وعصير زقوق ولا بفراو؟ بيضة وزقوق. بيضة وزقوق والبفراو؟ لا بفراو. وشريت الكيلو ب 65 دينار؟ نجم تقول شرينا. باهي. معناها غدوة عندك عندنا صحفة زقوق. سا ديبون. رامي صح. قل. شو طيبوا في المولد؟ شنو طيبوا؟ عصيدة. عصيدة بيضة ولا بفراو؟ والله عصيدة بيضة وعصيدة زقوق ومنكنش منكنش عصيدة عصيدة بوفريو. انتم طيبوا عصيدة بيضة وعصيدة عصيدة العصيدة البيضة احنا نطيبوها نهار معناها الصباح، معناها صباح المولد. والعصيدة عصيدة زقوق نطيبوها في الليل، نورمالمون الناس كلها هكاكا معناها نطيبوها في الليل باش من غدوة تبدا حاضرة، يعني اليوم في الليل يعني. انتم هاكم هنا شفنا معاكم شنو باش تطيبوا، باش خرجنا للشارع التونسي ميكرو ترتوار وسألنا التوانسة اش يطيبوا في نهار المولد، وهكا كانت الإجابة. عسلامة، أنا أميمة بالضبط من جندوبة. بالنسبة للعادات وتقاليدنا في المولد، زقوق كيف الناس الكل قبل العيد باش الصباح تكون باردة وبنينة. الصباح في العيد نقرأ قرآن، نعملوا بخور، نلبسوا، بعد نعملوا عصيدة عربي ونطيبوا الملوخية، وفي العشية كسكسي. أنا من الجنوب ما نحتفلوش معناها، أما اللي نعرف جماعة الجنوب جينيرالمون ماهيش من عاداتنا الزقوق، معناها حاجة خطيتنا هي معروفة الأغلبية في الشمال الغربي دي. أما جماعة الجنوب راهو يعملوا عصيدة بيضاء اللي هي ماء وفرينة ويعصدوا يعصدوا عصتهم عادي يحطوها ويحطوا معها زيت زيتونة وسكر وإلا عسل. عسلامة، أنا نورشين من معتمدية مرنيك ولاية بنعروس. جيت اليوم مش نقول لكم كل عام ومحين في للساعة، ما الحقيقة بيسك بوبو غالي هكي والكل بصراحة سكرو، دونك باش نقدوا عصيدة قلوب كحلة. الحقيقة نحن مش أول مرة نقدوها، يعني من سنين كاين نقدوا برشا أنا نعمل الكل، أما سنة بصفة خاصة باش نقدوها هي، بيسك ما تفرق حتى شيء على عصيدة زقوق، فيها بنة مش عادية وحاجة أخرى زادة أرخص كومي. والله يعني عندنا كيف كنت نزل كل عندنا نطيبوا العصيدة، عصيدة زقوق، عصيدة البفريو، عصيدة القلوب، انت والامكانيات نتاع العابد، بعد الناس تبدا تفرق على بعضها في العصيدة، اللي ما طيبش يعطيوه والناس تذوق بعضها، وفي الليل يمشيوا لسقي في الكحل عندنا حزب المهدي نتاع فضل السقه، يعمل سارية في سقي في الكحل والناس كلها تمشي تسهر. فهو احنا في قربة كما برشا عباد معناها من تونس الكل، نحتفلوا بالمولد نقوم الصباح، نطيبوا العصيدة البيضاء اللي تكون بالعسل والسكر، ومن بعد بالطبيعة ناكلوا عصيدة الزقوق، فينا اللي يمشي قبل بالنهار يحتفل به في قروال، يتعدى نهار كامل كله غني ديني، وهكا كل مولد نتاعنا يتعدى، وإن شاء الله مولدكم الناس كل مبروك. كان هذا يا توانسة شي طيبوا نهار المولد النبوي، اختلفت الأنواع العصائد، أما توحدوا في حاجة بركة اللي هي العصيدة البيضة. فما برشا طيبوا عصيدة، فما اللي زاد سيفرا. فما اللي ما يطيبوش، فما اللي ما يطيبوش. باهي هي كيف ما قالت الطفلة ديجا، قالت الأكثرية معناها في الجنوب معناها يطيبوها خاطر معروف عليهم معناها وكل شيء. ما يطيبوش معناها مش أكثريتهم يطيبوا زقوق كيفنا نحن معناها، مي فما اللي يطيبوا زوز، تو احنا مثلا في دارنا نطيبوا زوز معناها، فهمت؟ دونك وبحكم كيما سمعنا معناها زقوق وسنا غالي، دونك برشا عباد ماهيش بقطورها معناها تشري، دونك اليوم أنا جيت باش نعطي ديزاستيوس ولا كما نقولوا بديل بديل لعصيدة زقوق.
وامي مطوم يكونش يعني بنفس السومه اللي يوصل له عصير سقوق. وحاجه اخرى بلي سيف مثلا احنا بار اكزومبل شرينا سقوق ومش مشريناش اما شويه دونك ينجم العبد مثلا خاطر شهيه ولا حكايه يعني ينجم يشري شويه كونتيتي صغيره ويعمل كيف ما نقولوا طبقات طبقات مثلا طبقه عصير سقوق وطبقه عصير بوفريو بار اكزومبل فهمتوا طبقه كريمه مثلا ينوع باش ما كيكا يذوق السقوق وامي مطوم ما يتحرمش منه خاطر غالي. باهي رنيم انت اليوم جيتي وجبتي استويس للناس اللي ما اخذتش زقوق بحكم السعر الخيالي مش الخيالي توصل ل 65 دينار اليوم صحيح ابار هذه ابار زينتها كل يوم يزيد 5000 اي هذه ابار زينتها ابار الفيك يا ابار ابار باش يعمل باش يعمل صحفه سيده لازم ياخذ قرض. دونك السادة المستمعين والسادة المشاهدين ركزوا مع رنيم خلف الله باش اعطيكم البديل على عصير زقوق بتكلفة ما بلاش فلوس مش بلاش فلوس فمش اي بلاش فلوس سوم مرفق معنا اي هو انا باش نعطي بي انا باش نعطي معناها دي روسيت باش نبدا من بريسك اكثر حاجة غالية باش نوصل لاكثر حاجة رخيص فهمت باهي دونك الكلنا اول حاجه نعرفوا عصيده بوفريوه اللي هي عصيده بنينه برشا ونجموا نطيبوها معناها في المولد دونك انا باش نعطي سر نجاح عصيده البوفريوه باش تجينا اللون نتاعها يعني غامق وبنينه وكل شيء معناها والقوام نتاعها كريمي معناها باش ما تجيش يعني هكا يابسه ولا حكي دونك بطبيعه المقادير مضبوطه نجموا معناها من اول مره تنجح معنا معناها دونك باش ناخذ معناها مقادير نتاع 250 غرام بوفريوه دونك نشريو البوفريوه مش مقشره بطبيعه باش تعطينا اللون الغامق معناها نحمروها على الفور في الفور معناها على 150 درجه وكل مره نتفقدوها معناها باش ما تتحرق الناس بعد ما حمرناها نرحيوها بالقدا بالقدا دونك لازم تطرحها بالباهي بالباهي معناها مش مره مرتين تنجم تقسمها معناها في الماكينه باش تطرحها لك بالباهي لين تتخرج الزيت نتاعها وتولينا هكا كلي كي سايله شويه خاطر البوفريوه تخرج برشا زيت مش كيما انواع الفاكهه الاخرين فهمتني دونك بعد نحطوا البات هذيك اللي تحصلنا عليها في نتاع البوفريوه معناها في خلاط الكهربائي معناها الميكسور نتاعنا نزيدوها 900 مليلتر نتاع ماء انا نزيدو فوقها ماء ونخلطوا نجموا زاد نزيدوا حليب راهو نجموا نخلطوا ما بين الماء والحليب مثلا 900 مليلتر هذوكم نقسموه مثلا 500 ماء 400 حليب اما الحليب راهو يفتح يعني كي تحط الحليب مثلا اكاهو تجيك فاتحه برشا وكان تحط معناها كي تخلط زاد تجي افتح شويه من الماء اكاهو دونك ماذا بينا هو نزيدوا ماء اكاهو ارفق بطبيعته معناها دونك بعد ما رحيناها مع الماء نزيدوا 100 غرام فارينه دونك اللي ما عندوش ميزان بريسك 5 مغارف كبار فارينة بعد نعاودو نخلطوها مع الفارينة وبعد نصفيوها دونك ماذا بينا ديما نصفيوها فما بين ما يصفيوهاش اما ماذا بيك تصفيها باش كعابر متاع الفارينة ولا حاجة ما يقعدوش دونك بعد ما صفيناها نحطوها في طنجرة على الغاز ونبداو نعصدو معناها هو ما راهو العصايد الكل تطيبو بنفس الطريقة معناها فهمت جوست حاجة صغار الفرق ما بيناتهم فهمت اللي يختلف نوعيه العصيده اما الطريقه اي طريقه تقريبا كيف معناها بريسك نفس الحاجات نعلموهم معناها دونك نحطوا على في الطنجره معناها على الغاز ونبداو نعصدوا بطبيعه ما نخليوها الجمله ما نقصوش على التحريك جمله وبعد نجموا نزيدوا مثلا نستلي فما بين ما تزيدش راهو مي هي النستلي بن العصيده معناها دونك نجموا نزيدوا حكايه 4 مغارف كيكه نستلي وبعد بطبيعه نزيدوا السكر ديما لازم يتزيد في الاخر هكاهو 100 غرام هكاك سكر سافا معناها هو حسب الذوق كل واحد فما اللي يحبها حلوه فما اللي يحبها مش حلوه دونك اللي يحبها مثلا مش حلوه يزيد 80 غرام سكر واللي يحبها حلوه ابارتير من 100 مثلا 100 غرام سافا يعني متوسطه دونك هذه عصيت البوفريوه جلوبالمون معناها بي ابار عصيت البوفريوه نجمو زاد عندنا عصيت الججلين زاد باش نحكيو عليها تويكا عندنا عصيت القلوب رامي عندكش ما تضيف المقادير نتاع عصيت البوفريوه عصيت بوفريوه ولا سادي با هو كل واحد كي شتابها مي جينيرالمون كيما قالت لك هي نفس لي زاستيس الكل في البدايه تبقى فما شكون يحط الزبده فما شكون يحط العسل فما شكون يحط زيت زيتونه معناها الاختلاف في الحوايج البسيطه ماشي في الحوايج الكبيره لكن جينيرالمون في التتيب كيف بريسك واضح
دونك قلت لك حاجه ديجا بلي ما نخليوهاش يعني العصيده تغلي برشا ديجا هيك تبدا تبقبق احنا نزيدوا السكر فهمت ما نخليوهاش تغلي برشا خاطر العصيده كل ما تغلي معناها كل ما تبقبق كل ما تزيد تعقاد معناها تولي عقده برشا وكي تبرد تزيد تولي عقده برشا فهمت دونك ما نخليوهاش برشا مينيموم ماكسيموم نحبها راني نحبها متوسطه معناها باكي الكريمه معناها قوام مريقل يعني ليه سيله برشا وليه عقده برشا شد روح حسب دونك هي في الجلوبال مو معناها اون جينيرال كما نقولوا درج بعد ما تبدا تبقبق تخليها درج سافا معناها فهمتني وكها ونصبوها سخونه مش تخليها تبرد بعد تصبها بالطبيعه نصبوها وهي سخونه في الصحافي ولا في الكوبيت اللي حشنا بيهم ونخليها تبرد وما نصبوش الكريم عليها زاده وهي سخونه خليوا العصيده تبرد طيبوا الكريمه ونصبوا الكريمه وهي سخونه زاده خليوها تبرد ومن بعد نزينوها كل حد ورايه في التزيين دونك تاوي كنمشيو للجرجلين كلنا بطبيعه نعرفوا فوائد الجرجلين خليها عاده فايده وبنا معناها انا شخصيا نحب على الاخر عصيد الجرجلين ديما نطيبوها في دارنا حتى من غير مولد يعني معناها تقريبا ارخص ارخص بالطبيعه أرخص. وبنينه راهو بالحق بنينه مطعم نحسه يشبه شويه للزرير ولا كيفاه منعرفش دونك بنا وفايده الجرجلين دونك باش نعطي كيف كيف على 250 غرام جلجلين كي العادة معناها نجمو زيد ولا نقصو كي تزيد مثلا تزيد في الكونتيتي ما نعرفش فوا دو تضرب كل شيء فوا دو فهمت تنقص كيف كيف دونك نحمرو جلجلين معناها كي العادة نجمو نحمروه معناها في المقلة فوق الغازة مع نار ضعيف على الاخر ونقعدو نحركو ولا في الفور معناها كي العادة نردو بينا خاطر جلجلين معناها يتحرق بالساهل فهمت دونك شوية على نار هادية ونتلهاو بيه نحركوه ديما دونك بعد نخليوه يبرد الجلجلين ونرحيوه بون الجلجلين مش كيما معناها البوفري وما يسيبش برشا زيت فهمت يعني معناها البات اللي باش نتحصلوا عليها بعد كي باش نرحيو الجلجلين باش تكون يعني كل يابسه شويه ماهي سائله كيما نتاع البوفري وخاطر ما فيهش برشا زيت دونك البات هذيك كي العاده بنفس الطريقه نحطوها في الميكسور بعد ما رحينا الجلجلين بالكدا نحطوها في الميكسور نزيدوا عليها 800 مللتر ماء نرحيو كي العاده وبعد نزيدو الفرينه 100 غرام ونرحيو بالميكسور نخلطوهم مع بعضهم ونصفيو بون لهنا ماذا بينا ملول ما نستعملوش الكميه الكل نتاع الماء يعني 800 هما جلوبال ماش نستعملو 800 مللتر اما تنجم تحط مثلا 500 ملول بشويه معناها ما نستعملوهاش الكل على خاطر بعد كي باش تصفي باش يبقى لك شويه في الصفايه انت صحيت عينك مزيانك مثلا تحط مثلا ملول 600 500 مللتر نتاع ماء تخلي مثلا عندك ايتر مثلا بجنبك ولا 800 مللتر بتصب منه شويه تخلط وبعد تصفي واللي يفضلك في الصفايه هذاك ترجعو وتعاود تخلط وتعاود تصفي باش ما تخسرش الجلجلين اللي بقالك فهمت في اي عصيده راهي الحكايه ذي دونك كهو بعد كي العاده نحطوا على الغاز ونخلطوا معناها نعصدوا بالباهي ونزيدوا السكر 100 غرام وتنجم تزيد نسلي كيف تنجم لي كي العاده اربع مغارف نسلي وكان ما عندناش نسلي معناها نجموا نقصوا من الكميه نتاع الماء فهمت مثلا نستعملوا 600 مللتر ماء و 200 مللتر الاخرين نستعملوا حليب فهمت يعني نزيدوا حليب في بلاصه النسلي اي فهمت يعني باش يبان هكا شوي دونك 200 كما قلت لك الحليب ماذا بينا ما كثروش منه برشا خاطر يفتح العصيده تولي فاتحه برشا اوكي كي تبدا تبقبق معناها دوب ما تبدا تبقبق نجموا نزيدوا شويه عطر شيء فهمت خاطر تبان فما العباد اللي ما تحبش العطر شيء اما احنا نوبليه بار اكزومبل نزيدوا معناها برشا نزيد بهذه بالنسبه لعصيد الجلجلين نمشي نطول بديل عصيد الزقوق في حتى في المنظر بديل العصيد حتى في المنظر اللي هي عصيده القلوب الكحله اللي كنت تحكي عليها اللي قالت عليها الطفله خاطر عصيده القلوب الكحله فيها شويه مطعم معناها تشبه المطعم الزقوق واون بلوس حتى في اللون وفي الشكل كيما مطعم كيما معناها المنظر نتاع الزقوق فهمت يعني نفس اللون دونك الاخرين خاطر فاتحين دونك ظاهرين ماهمش عصيده الزقوق اما هذه تجربه تقول عصيده الزقوق معناها بعد الباساج هذا اكد لك القلوب باش يزيد دونك كي العاده باش نعطي مقادير 250 غرام قلوب كحله دونك نمشيو ناخذوا ولا معروف زاده بعباد الشمس اسمه دونك ناخذوا قلوب كحله اما مش مالحه يعني مش من حماص مالحه نجم ناخذوها من التوابلي ولا نقولوا له مش مالحه دونك من بعد نروحوا بهم للدار نقشروا لا نقيوهم فماشي حاجره فماشي وسخه فماشي حاجه نقيوهم نغسلوهم نطفوهم بالكدا بالكدا شيحوهم تحت الشمس خليهم يشيحوا في الشمس حطوا ملح في هكا ولا حاجه نشيحوهم بعد دخلوهم نحمروهم في الفور ولا في المقله كيف ما قلت لك نحمروهم بالكدا دونك هكاك 10 دقائق معناها يقعدوا يتحمروا معناها حكيت 10 دقائق
نار هادية بالطبيعة، ومن بعد نرحيوهم بقشورهم. بقشورهم اي كان مثلا باش نبقوا نقشروا فيه ما فيش شغل لا لا نرحيوهم بقشور واش ناسوا هكا كنت تفرج في التلفزه ناسوا وتاكل معناها لا لا بقشورهم دونك. اما المهم يعني يتنظفوا بالقدا. بون القلوب لهنا مش العباد الكل يعني عندهم ماكينه تنجم ترحي معناها بالقدا، دونك تنجم تهزهم للرحايا وتقولوا يرحيهم لك مرتين، لازم مرتين مش مره برك، مره برك معناها ما تكفيش، دونك لازم مرحي بالقدا، دونك تهزوا للرحايا ترحيه تروح بيك العادة. شفتها هو كي تروح كي تبدا يبدا مرحي ديجا اصلا تحسوا كي زقوقو معناها منظرا فهمت. كاو بعد نصبوا عليه حكيت نص لتر من الماء العادة وفي الميكسور معناها خلطوه. لا ساعة قبل ما نصب عليه نص لتر ما نخليه في الفرجيدير يرتاح ساعتين مينيموم معناها ساعتين فهمت، ولا تنجم تخليه لبرا اما اكثر من ساعتين معناها فهمت. دونك خليه يرتاح باش يشرب الماء القلوب يعني يشرب الماء، ومن بعد كي نخرجوه نحطوه في الميكسور ونزيدوا عليه شويه ماء اخر ونخلطوه، وبعد كي العادة معناها نصفيوه خارج معناها انت تصب وتصفيه، وبعد اللي يفضل كيف كيف تزيدوا شويه ماء وتعاود تصفيه. دونك يعني التصفيه بشويه بشويه معناها الماء اللي عندك ايترا كيف ما نقولوا في يدك ماء هذيك تقسمها بشويه بشويه 500 ملول بعد شويه يعطيك نفس الجو نتاع الزقوق. اي بريسك نفس الجو، اما عندي استيس اخرى تنجم تعملها في الاخر تخلي اكثر الجو معناها اللي هي اللي هي بعد كي تجي كي تحطها معناها تعصد فيها العصيدة بتاع القلوب، دونك بعد ما تزيد النستلي وتزيد السكر في الاخر وقت اللي هي معناها بريسك تبقبق دونك تجم تزيدها كابتن ياغورت زقوقو فهمت. وفما اللي عملها بالعصيدة البيضة وزيدها اللي كابتن اي ديجا هذيك زادت باش نحكي عليها. دونك فما زيدة اللي تعمل عصيدة بيضة من اللول، عصيدة بيضة عادية ما بالفارينة معناها مش بالسميد، عصيدة بيضة عادية وبعد تزيدها. أما العصيدة البيضة لازمك تزيدها مينيموم هكاك حكيت 5 كعبات ياغورت وإن شاء الله فهمت. بعد كلامك زاد أنا يقول ياغورت الحاجة أم الاختراع عريت سايف كيفية دونك هذيك زاد كيما قلت لك عصيدة بيضة تزيدها مينيموم 5 كعبات ياغورت زقوق، وتنجم تزيد أكثر معناها أنت والذوق معناها تحب فيها مطعم زقوق أكثر دونك تزيد أكثر ياغورت إن شاء الله أنا يقوم زال تحسوا العباد وكل شيء يعملوها معناها اكا دون بون. هذه جربتها راهي فاست العصيدة البيضة أي. انا كنت باش نجربها اي اما بعد الكلام نتاعك انت والناس اللي تسمع اكيد راهم تو هبة على الجرون سرفاس اكيد راهم هزوا الكعبات اللي غرت اللي مزال لا لا تلقى 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 دونك اخر حاجه معناها نحكيو عليها اللي هي على العصيدة البيضة بيان سور فاز سيف العصيدة البيضة اللي هي فاست الحفرة تعرفها العزيز هذيك العسل اي فست الحفره تعجبني انا نقعد نسال في يومي تقول لي قول علاش الحفره ذيك انا نحب نعرف شنو السر نتاع الحفره ذيك معناها حفره يحفروا يحطوا فيها الزيت ولا حتى الزبده يحطوا فيها معناها شنو الحاجه اللي باش تعديها بها. دونك العصيدة البيضاء نجمو نعملوها بالسميد ولا بالفرينه، ونجمو نعملوها بالزوز مثلا احنا في دارنا نعملوها بالزوز، نعملو 150 غرام فرينه و150 غرام سميد. بون بالفرينه تستحق ماء اكثر راهو ملي ملي بسميت صحيت عليهم نص ايتر ماء تخلطهم مليح في البارد وبعد تحطهم على النار وتقعد تدلك فيهم معناها وتزيد بشويه بشويه الماء. مثال معناها تحط كيس بجنبك فيها معناها كيس بريسك مش معبي تقعد تزيد مثلا بربع كيس بربع كيس باش ما تعقدش فيه صافي باش تطيب بالقدا فهمت الفرينه كها وبعد تخرجها معناها تصبها وهي سخونه بيان سور وتعمل كالحفره هذيك باش تعرف اللي هي طابت معناها العصيده البيضه عرفتك تبياض لونها يبياض وتحسها ارطابت ارطابت هكا ولات كي الكريمه فهمت وتبقبق بيان سور كها قلت لك وتعمل كالحفره هذيك وتزينها باللي تحب معناها عسل زيت زيتونه سكر معاها اللبسيسه اي فما الدقله والشريحه وتنجم تزينها بالشكشوكه يعني العصيده بالحار الشكشوكه فلفل اخضر وطماطم وعظم ومرقيز ولا مثلا قديد دونك فما اللي احنا مثلا وبلي ناكلوها بقليه العيد في العيد مثلا نخبيو كوتي من القلايه وفي المولد كي نعملوا العصيده البيضاء نجبدوه ونحطوا فوقها وكل شيء دونك ذي بون تصور فاست نوبليه كهو معناها ما نصورش البرا يعملوها اما احنا في دارنا ناكلوها مثلا بقليه العيد فطور معناها نهار المولد في القايله نفطر عصيده بيضاء بقليه العيد غدوه كان عاش اي غدوه كان عاش صوري لك نبعث لك غدوه كان عاش الفطور نتاع راديم خلف الله
عصيدة بال عصيدة بيضة بقلية العيد. بقلية العيد. وانت رام شنو 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 فطورك؟ عصيدة بيضة بقلية العيد. لا بالقلوب. جوعتني. عجبتني الفكرة نتاع انك انت معناها تكمبس باش تلقى الحل حتى بالحق في الغلاء هذا، معناها لاستيوس نتاع انك انت تزيد كعبة يغرت يعني بال بالزقوق هذيك. نحن التوانسة ما نحيروش. ما نحيروش معناها. انتم غلوا على راحتكم. احنا عندنا وصلوا للمياه. احنا هو عندنا البديل وعندنا البديل. هو راهو كي تجي تشوف سيف هو معناها قاعد يغلى كل عام الزقوق، وعلى خاطر هو حتى كي يغلى يشريه سناب الرسمي. اي هو هو خاطر كي حتى هو غالي نشريه فيه معناها كل عام نقولوا سناب غالي. عامله 30 دينار. شفت البوليميك اللي اللي صحيت كل عام يغلى اكثر. والمواطن قاعد يشري وسنا التريبل وصل 65 دينار ومازال يزيد ل 70 دينار كل نهار يزيد 5000، وفهم مواطنين قاعدين يشريوا. اي صحيت خاطر باش يبقاو يشريوا معناها. قد ما تشري انت قد ما السوم يطلع. يعطيك الصحه رامي، يعطيك الصحه رنيم خلف الله. بعد شويه يجيب حدانا، يجيب حدانا رامي. انت نزلت مواصله معنا رامي تقعد بحدانا. لكن قبل هذا جيكم ملك الدوزي في موجز الأخبار.